هذه السائلة تقول: والدتنا أصيبت باكتئاب حاد، فهي لا تتكلم معنا ودائما زعلانة فضيلة الشيخ، ومن جهة الصلوات دائما نحرص على أن تصلي الأوقات في الصلوات في أوقاتها. هذا الاكتئاب فضيلة الشيخ، هل تؤجر عليه مع أنه خارج عن إرادتها؟ نوع مرض نفسي تعالج عند أطباء النفس لعلهم يجدون لها علاجا، وكذلك الرقية الشرعية ترقى بالرقية الشرعية، وهي أيضا تستعمل الورد الصباحي والمساء، ويذهب عنها الاكتئاب بإذن الله. نعم.